فعلا ميزة تحفة عملها اليوتيوب باستوديو يوتيوب الهاتف الجوال. لو دخلت حضرتك على استوديو اليوتيوب بالهاتف مع حضرتك كده وجيت على اول خانة بلوحة البيانات اللي هي احصاءات اليوتيوب خلال ال 28 يوم الاخيرة وضغطت على عرض المزيد، هتلاحظ ان اول حاجة في نظرة عامة هي المشاهدات في الوقت الفعلي. لو ضغطنا عليها كده هنا بيديك المشاهدات اللي تمت على فيديوهات القناة عند حضرتك خلال 48 ساعة الأخيرة. لو ضغطنا على المربع الآخر اللي على إيدك الشمال ده، ده المشاهدات اللي بتتم خلال 60 دقيقة الأخيرة فعلا بالفعل بالفيديوهات، يعني بيحدد لحضرتك الفيديو صورة الصورة المصغرة بتاعت الفيديو وعنوان الفيديو جنبه وعدد المشاهدات اللي بتتم خلال 48 ساعة. نفس الأمر الكلام ده ما كانش موجود، تم التحديث مؤخرا باستوديو يوتيوب الهاتف الجوال. في حاجة مهمة تانية عشان ما تقولش على حضراتكم، لو دخلت على مستوى الوصول للجمهور اللي بيبين لحضرتك مرات ظهور فيديوهاتك على اليوتيوب، نسبة النقر الى الظهور، انواع مصادر الزيارات دي اللي بتعرفك زيارات قناتك، الزيارات اللي على فيديوهاتك، المشاهدات مصادرها ايه، بحث يوتيوب، ميزات تصفح، مصادر خارجية، ميزات يوتيوب اخرى غير ذلك، حتى المصادر الخارجية بيفصلها لك بعد كده، جوجل سيرش، واتساب، فيسبوك، كرياتور ستوديو، سامسونج ايميل. الاهم من ده كله بقى بيوضح لك عبارات البحث اللي تم توجيه المشاهدين لقناتك بكتابتها في محرك بحث يوتيوب. ركز معايا في الكلمة دي، ولو محتاجين حلقات تفسير لاستوديو يوتيوب الهاتف وازاي حضرتك تتعامل معاها وما تلجأش لأي حد بموضوع مراجعة القنوات والكلام ده كله، لا، انت استوديو اليوتيوب هو بمثابة دليل ان انت تراجع قناتك وتعرف قناتك ماشية على الطريق الصحيح ولا لا، واخطائك فين وتقدر تعالج اخطائك ولا لا. ده كان فيديو قصير كده تحفة فعلا، الميزة الجديدة المشاهدات في الوقت الفعلي باستوديو اليوتيوب بالهاتف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما تنسوناش باللايك والشير وتعليقاتكم، اكيد دعمنا واشترككم بالقناة. تحياتي شباب.